صباح الخير على كل المشاهدين اللي بينضموا لنا في حلقه زي الشمس، حلقه الجمعه. صباح الخير يا علي. صباح الفل يا شيرين، وصباح الخير لكل المشاهدين اللي بيتفرجوا النهارده علينا في حلقه خاصه جدا من برنامج زي الشمس، وهي حلقه الجمعه. النهارده معانا اخبار كتير، ولكن اهمها ان اول فوج مصري امبارح سافر لاداء مناسك الحج. حج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله. النهارده كمان بيواكب اليوم العالمي للمعلم، كل التحية لكل معلم مازال بيعتبر ان التدريس والعلم رسالة وليست تجارة، ليست حرفة او مهنة. تحية لكل استاذ علمنا في يوم من الايام ان احنا نفكر، ومش بس نحفظ علشان في امتحان ولازم نحط الإجابات، ولكن نبحث وندور وراء يعني المعلومة المباشرة علشان نتحدى نفسنا ونحاول ان احنا نكون انسان وشخص افضل في مجتمعه. علي، انت تفتكر اي حد من مدرسينك يعني بتعتبره علامة في حياتك؟ والله كان في اكتر من حد، بس انا فاكر ان في ثانوية عامة كان في استاذ زكريا، كان مدرس العربي بتاعي. وانا فاكر استاذ زكريا كويس جدا لان هو اللي حسن خطي. انا خطي كان في الاول وحش، فهو بقى بيعيد لي كل حاجه واكتب ازاي، وبص انت ما بتنزلش من على السطر، يعني كان دقيق جدا في التفاصيل اللي موجوده، وساب معايا اثر يعني لغايه دلوقتي خطي كويس علشان استاذ زكريا الله يمسيه بالخير. ويمكن كان عندي برضو في الجامعه دكتور علي الناعم، كان بيديني فيزياء، فكان برضو راجل يعني تبقى المحاضرة عن الفيزياء وشوية كمان بنتكلم على الفن والثقافة والأدب، فكان دايما المحاضرة كويسة. يعني. كويسة لا يمكن تزهقي منها. يعني يوم جميل للمعلمين، وتحية ليهم زي ما شيرين قالت. مشاهدينا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يقدروا كمان يتابعوا البث الحي والمباشر لقناة سي بي سي على موقع يوتيوب، وإحنا مستنيين تواصلكم معنا من خلال SMS والصفحة الرسمية لبرنامج زي الشمس، وكمان من خلال حسابنا على تويتر. احنا هنستعرض معاكم دلوقتي الفقرات اللي هتكون معانا على مدار اليوم، نشوفها ونشوف مين بيصبح علينا، ونرجع لكم بعد الفاصل. مع يوم الأجازة ومع كثرة الاحتجاجات والاضطرابات اليوم، زي الشمس معاك في الفقرة المرورية عشان تعرف تختار طريقك بعيد عن الزحمة. استعراض لأهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم مع الكاتبة الصحفية إيمان رسلان، مدير تحرير المصور. خريطة الجمعة لأهم المشايخ والمساجد على مستوى الجمهورية، وأهم القضايا اللي هتتناقش في خطبة الجمعة. إزاي نقوم بإسعافات أولية للحوادث اللي بنتعرض ليها باستمرار؟ هنحاول نتعرف عليها، نتعلم طرق الإنقاذ السريع. وفقرة خاصة عن مهرجان السيرك اللي تم تنظيمه أمس الخميس في ميدان عابدين بحضور إحدى الفرق المشاركة. فقرة عن سوق السيارات المستعملة ومدى صلاحيتها للاستعمال وضمان الشراء منها. وفقرة خاصة عن انتشار المخدرات بين الأطفال وأسبابه الاجتماعية وأضراره الطبية. صباح الفل. صباح الخير على كل مشاهدينا وعلى كل المصريين في كل مكان. فقرات متنوعة هتكون معنا النهاردة، وحيكون كمان معنا كاميرات في أماكن مختلفة أبرزها هي إدارة المرور. النهاردة يمكن الفقرة الرئيسية والحدث معنا هي عن إدمان الأطفال، سواء الإدمان ده جاء نتيجة لأهالي الأطفال اللي هم بيمارسوا المخدرات أو بيتعاطوا المخدرات، أو جي عن طريق الفضول. فقرة مهمة جدا معانا، خليكم معانا. من الأسئلة اللي هتكون معانا، من الموضوعات اللي هتكون معانا النهاردة، هي موضوع هيناقشه علي عن السيارات المستخدمة أو المستعملة، وهيكون سؤال الفيسبوك مرتبط بهذا الموضوع. سؤال الفيسبوك بيقول: هل السيارات القديمة جزء من أزمة المرور في مصر؟ نعم لا.
إذن بعد الفاصل نبدأ باستعراض حالة المرور وننتقل للصحافة، ابقوا معنا. We'll be right back.